يوما بعد يوم تتطور أساليب نشر الشائعات حتى أصبحت خطرا يهدد استقرار المجتمعات، في ظل تطور أساليب نشرها وتخصصها واستهدافها كافة مناحي الحياة، خاصة ما يتعلق باحتياجات وأمن المواطنين. وتعمل الشائعات المتخصصة في الشأن الاقتصادي إلى إحداث انهيارات متتالية ومتعاقبة، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر فادح باقتصاد الدولة، كما أنها تهدف لتكريس الاحتكارات لصالح بعض الجهات. كما تظهر خطورة حرب الشائعات في الوقت الراهن في تغير وسائلها، ففي الماضي كانت تستند إلى وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والمجلات أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، أما اليوم فقد تطورت الوسائل وأصبحت أكثر سرعة في التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنوع استخدامها لتكرس الشائعات الانشقاق والاختلاف بين الأفراد والجماعات. ذلك يستلزم قيام الأحزاب والمجتمع المدني ببذل المزيد من الجهد في نشر التوعية بالشائعات وأخطارها، فضلا عن قيام الدولة بنشر المعلومات بالقدر الكافي للرد على الأسئلة المطروحة ومنع ظهور شائعات جديدة مشابهة، وهو ما تقوم به الدولة بالفعل في الآونة الأخيرة عبر الجهات الرسمية للرد بشكل فوري على الشائعات لمنع آثارها التخريبية على المجتمع. أهلا بكم من جديد. وجيوش إلكترونية وميليشيات منظمة متطورة تهاجم وتشوه أشخاص بعينهم وتزيف حقائق وتعمل على زعزعة استقرار الدول وتسبب الغضب بين المواطنين هنا وتحث البعض على تخريب دولهم هناك وتشوه كل إنجاز على أرض الواقع من خلال حملات منظمة تستخدم فيها أكثر الوسائل الإلكترونية تقدما لنشر أفكارها وزعزعة ثوابت والمعتقدات بهدف ضرب استقرار الأوطان. عن تلك القضية يسعدني استضافة الأستاذ محمد عزمي أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. كيف أهلا بي. خليني في البداية أبتدي من التايتل ومن المكان اللي حضرتك يمكن يعني لك باع فيه. طبعا الشائعات بقت يعني مصدر مزعج، مو مش مصدر قلق، لان الحقيقه الدوله بقت بتعمل على الرد على هذه الشائعات بشكل قوي، بقى عندنا زي خطه وبنواجه وبنرد هنا وهناك اذا كان من نطاق مجلس الوزراء او على نطاق الوزارات. ولكن يا فندم في المقام الاول ازاي نخلي نوع من انواع التوعيه لدى الشباب من خلال الاحزاب ودور الاحزاب الهام جدا على الارض؟ طبعا الشائعات هي مساله وارده ومساله بتحدث في كل دول العالم، ولكن لما نكون في دوله واحنا الان في مرحله بناء قويه جدا، بناء دوله وبناء انسان وبناء مجتمع، ازاي ممكن نعمل من خلال الاحزاب مع الشباب تحديدا في المحافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه الاحزاب قامت بالفعل بدور كبير قوي في توعية الشباب والشعب والمواطنين بشكل عام على خطورة الشائعات وخطورة تداولها، لأن الشائعات في البداية لازم نوضح إن هي ممكن نمثلها بكرة تلج. كرة التلج لو ظلت على مقياسها الحقيقي وقت ما بدأت في السقوط مش هتكبر بالشكل اللي بنشوفه دلوقتي، وبنلاقي الكرة دي كل ما هي بتتدهرج أو بتنتقل بيكبر حجمها وبتزداد وبتكسب صدى أوسع. فده الشائعة لو احنا ما وقفناهاش في البداية بالتالي هنتعامل مع مشكلة وليست ظاهرة. فخلينا نقول ان الأحزاب اشتغلت على مجموعة من البرامج التي تستهدف وعي الشباب من أجل خلق زي عايزين نقول رأي عام مضاد وواقن من الشائعات. زي البرامج يا استاذ محمد؟ زي رفع الوعي بصفه عامه للشباب في التعامل مع الاخبار والتصريحات يعني عايزين نقول الموضوعات التي تخرج بنا على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، وكيفيه التعامل الامن مع الانترنت ومع وسائل يعني التواصل الاجتماعي. يعني ايه تعامل امن؟ يعني ايه تعامل امن؟ احنا شايفين ان وكل الناس لمسه مع اعتراف مؤسسي موقع الفيسبوك وتويتر ان هناك ملايين من الاخبار المضلله والحسابات المزيفه. بالتالي التعامل مع هذه الحسابات ومع هذه الاخبار المضلله والمغلوطه والتي لا يمكن تحديد مصدرها يجب ان يكون بطريقه معينه، ويجب ان يكون اكتشافها سواء تكنولوجيا او عن طريق
قناعات ومنطق الشاب نفسه في التعامل مع الخبر. يعني لازم عندنا منطقية في قياس هذا الخبر. طبعا الناس العامة مش زي وسائل الإعلام يعرف يعني إيه يعني إجراءات عمل إعلامي أو الوسائل المنظمة اللي ممكن الإعلامي يتخذها من أجل التأكد من المصدر. لكن الشاب العادي لما يجيله الخبر على الموبايل أو على الابليكيشن أو على اللي احنا بنشوفها التطبيقات اللي منتشرة في كل بيت، كيف يتأكد من هذا المصدر؟ هي دي البرامج اللي كانت الأحزاب بتعدها خلال الفترة اللي فاتت. يمكن حضرتك قلت في بداية حديثك أن الأحزاب بالفعل قامت بدورها في هذا النطاق، فين يا فندم الدور اللي كان بالفعل بيتحرك في هذا النطاق، وتحديدا إيه دور في المحافظات عن طريق كوادر هذه كوادر الأحزاب؟ أنا لمست بدوري عن طريقنا في حزب الحركة الوطنية المصرية، احنا نظمنا مجموعة من البرامج ونزلنا المحافظات كلها ولفينا على الشباب للتوعية بخصوص هذا الشق تحديدا. لان احنا شايفين ان الشائعه ببساطه هي اقوى واهم سلاح في الحرب النفسيه، لانها في هذه المرحله تحديدا يعني هي اسهل واقوى طبعاً سلاح. طبعا صحيح، لان الجيش بتاعها بيتكون من مجموعه من المواطنين البسطاء الشرفاء ليس لهم اي نيه سيئه، لكن هذه الاخبار تختلط داخل وعيهم فيتحولوا الى ادوات لنقل هذه الشائعه. فتوعيه الناس هي الاساس لمواجهه هذه الظاهرة أو هذه الشائعات. لازم نرفع الوعي، لازم يبقى عندنا قدرة على الفصل والفرز. إزاي أقدر أفرز هذا الخبر أو هذه المعلومة إذا كانت صحيحة أو إذا كانت كاذبة؟ لازم يبقى في منطقية في التعامل زي ما ذكرت. طب بمن حضرتك ذكرت هذا السؤال تحديدا، لو تقول لنا إزاي فعلا ممكن نقدر نفرز الخبر بين المعلومة، منطقية المعلومة إذا كانت صحيحة أو إذا كانت خاطئة، تحديدا إذا تم انتشارها بشكل مكثف وكبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبدئي؟ يعني خلينا نقول إن الموضوع مش جديد، طبعا الموضوع قديم جدا، بس زي ما قلت أبسط حاجة المنطقية في التعامل. يعني إيه؟ انتشرت على مدار العصور كانت بتحصل أشاعات بعضها كان يستهدف الربح. مثلا لو قلنا مثلا ان على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية ظهرت اشاعة بتقول ان ماكينات الخياطة اللي بتنتمي الى نوع معين تحتوي على الزبق الاحمر او الاسود، واذا بهذه الماكينات تتحول الى ان تصبح بمليارات الريالات. فبالتالي مواجهة هذه الشائعة عن طريق تحليل الخبر وتحليل المعلومة منطقيا بالالتجاء الى الثقافة التي يمتلكها الفرد، ده اول حاجة في التعامل. لازم اشوف منطقية الخبر، ما ينفعش ان انا ابقى اداة لنشر خبر او معلومة دون التأكد من ان انا اعديه على الكمبيوتر عندي في دماغي. يعني لازم اعقل الامور الاول، وزي ما ديننا بيقول تبينوا، لازم ان احنا نتبين هذا الخبر او هذه المعلومه قبل نشرها. نتبين ازاي يا فندم؟ يعني مثلا في شائعات، حضرتك طبعا بتتكلم انه في حاجات بتبقى بشكل منطقي، ولكن في شائعات على سبيل المثال لها علاقه بالتعليم بالامتحانات، ممكن تكون مش بعيده قوي عن المنطقيه ولكن ليس لها اي اساس من الصحه. ففي هذا في الحاله دي يا فندم دوركم مهم جدا كاحزاب التواصل مع الشباب. زي ما ذكرت لحضرتك بقالنا فتره الدوله بتعمل على تصحيح هذه المعلومات، ده مجلس الوزراء يعني بينزل كل اسبوع الحقيقه والشائعه، والحقيقه انه من خلال المنابر الاعلاميه او الانترنت السوشيال ميديا، ولكن دوركم هام جدا نظرا لانه حضراتكم بتختلطوا مع الشباب في المقام الاول بشكل مباشر. خلينا نقول ان فهذه الشائعات اللي هي تبان ممكن اي حد يصدقها. احنا حلقه الوصل، خلينا نتفق على اننا بننقل المعلومه الصحيحه الى المواطن او الى العضو الحزبي او الكادر الحزبي على مستوى كل المحافظات، مستخدمين كل وسائل التواصل الحديثه سواء وسائل السوشيال ميديا او الصفحات الالكترونيه او الموقع الرسمي لاي حزب. زائد ان احنا بالاضافه ان احنا نعمل التوعيه دي اللي ترفع وعي الشباب اللي يقدر فعلا يفرز هذه الشائعات. لكن هل الدور ده مؤدي الغرض او لم يؤدي الغرض، او هيظهر لينا او مش هيظهر في الحرب اللي احنا شايفينها، اللي زي ما السيد الرئيس ذكر ان احنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر. احنا بنتكلم في حرب تشن على مصر وتستهدف هذا المجتمع وتستهدف هذا الشباب بالتحديد. فدي
مش ده دور فعلا مركز المعلومات التابع لرئاسه مجلس الوزراء اللي قايم بدور كويس، ودورنا كاعلام، انا في برنامج اليوم يتحدث عن الشائعات والحقائق، ودورنا كاحزاب ودور الجميع كما ذكر السيد الرئيس، لان الحرب هو تفجير المجتمع من الداخل، وصناعه الدوله الفاشله هي اولها هذه الشائعات، وضعف الثقه لدى المواطن في هذه الدوله وفي هذا النظام الحاكم. فبالتالي احنا لازم نبقى حلقه وصل، لازم نتكاتف جميعا. حجم الحرب دي كبير جدا، ما حدش بيقول ان هو صغير، الموضوع قديم جدا، هتلر كان بيستخدم هذه الشائعات في هزيمه الجيوش. فاحنا هنعي امتى حجم هذه المشكله ونتصدى لها بدورنا جميعا كاعضاء هذا المجتمع، لان الدور علينا جميعا سواء كاحزاب او كوسائل اعلام، ويجب ان نتكاتف جميعا من اجل هذا. انا عايز اسال حضرتك عن الدور التوعوي اللي بتقوم به بشكل عام في المحافظات. انا مهتمه يمكن بالمحافظات لانها الاكثر تاثرا بهذه الشائعات، وللاسف يمكن تقصير مننا ومن جهات مختصه هي اخر من يصل لها الحقائق بشكل او باخر. فالدور التوعوي اللي بتقوموا به مش فقط يا فندم لتصحيح هذه الشائعات، ولكن لبناء كوادر، لوجود حلقه وصل زي ما حضرتك ذكرت مع الشباب بشكل عام، مش بس في نطاق الشائعات. ده بينطوي كله على الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الاحزاب. دي بتكون بصفه دوريه يا فندم؟ طبعا طبعا، خلال الفتره اللي فاتت طبعا مفيش ممكن زخم اعلامي يهتم بهذه الجولات. يعني ممكن نلاقي النشاط اللي بيعمله الحزب داخل النطاق المركزي يهتم به الاعلام ويظهره للجميع وممكن يوصل، لكن النشاط اللي داخل المحافظات ده بيكون صعب ان هو يوصل، لكن بيصل الى الشاب مباشره. الحقيقه لمسنا واحنا بننتقل بين المحافظات ان في فعلا فجوه كبيره قوي بين الشاب اللي عايش في اقصى قريه داخل المركز وبين ان هو يصل الى المعلومه، اللي هي هتتطلب مننا ايه؟ اجراءات تعزز شفافيه وصول هذه المعلومات وهذه البيانات الى اصغر كادر او اصغر مواطن داخل هذا المواطن. يعني لازم نعتمد على سياسات من المكاشفه والرد الصريح حول الموضوعات الشائكه، لان الاشاعه عشان تنتشر لازم يبقى فيها على الاقل نسبه 25% من الصحه، وتتطرق الى موضوع ذو اهميه عند المواطن او يشكل له قلق او توتر. وبالتالي انا لو استهدفت هذه العناصر هقدر اولد اشاعه توصل وتسمع وتبتدي الاخبار تتناقلها، وممكن نلاقي وسائل وصحف تتناقلها بناء على يعني مؤخرا اصطدمنا ب يعني وكاله اعلاميه كبيره خبر عريض عن استحداث ماده لضرائب جديده توجه عائدها الى الجمعيات الاهليه، وبمطالعه الخبر تجد انه استحداث نص لتوجيه عائدات هذه الرسوم التي كانت تحصل من السابق. لكن وارد ان احنا كلنا نقع في هذه الاخطاء. المواجهه هتبقى عن طريق البرامج اللي بتعملها الاحزاب، اللي بتنزل بيها كل المحافظات، اللي لازم توصل وتكتر اكثر في الفترة المقبلة، عشان الشاب اللي قاعد على القهوة او قاعد في بيته او قاعد في اي مكان بيفتح الموبايل بيجيله كم من الاخبار لا يمكن السيطرة عليها. طبعا خليني اسأل حضرتك في المقارنة، هل ممكن نقارن تجربة الدول الغربية في مواجهة مثل هذه الشائعات بالمواجهة الحالية التي تقوم بها الدولة المصرية؟ خلينا نقول ان التجارب الدوليه في الموضوع، في بعض الدول طبعا اتخذت قرارات بمنع هذه المواقع الالكترونيه او وسائل التواصل ويتم حجبها، يعني عندنا تجربه في الصين وفي كذا دوله اخرى، وده لا يتفق مع السياسه المصريه. الحقيقه المواجهه اللي بتقوم بيها الدوله المصريه دلوقتي تتفق مع دول الجوار اللي قامت بيها، يعني مثلا عندنا في المملكه العربيه السعوديه تم استحداث هيئه للسيطره على مواجهه الشائعات ومواجهه هذه الافه. في الامارات تم انشاء مواقع الكترونيه وتطبيقات الكترونيه للرد على هذه المواجهه المصريه، لان مصر مستهدفه بهذه الحرب وبهذا الاسلوب اللي هو يستهدف تفجير الدوله من الخارج وخلق فجوه بين الشباب وبين الدوله، لازم نواجهه بطريقه اكثر فاعليه. يعني محتاجين استراتيجيه للشفافيه مثلا، محتاجين ان احنا
نعمل حملات اكتر بكده. يعني انا شايف كل الوزارات الحقيقه شغاله في موضوع الحملات للشفافيه، ولا اصلا تنميه الانسان والتوعيه. ويمكن احنا في يعني الحقيقه مؤخرا حتى سياده الرئيس في مؤتمر الشباب كان المواضيع متعلقه اكثر بالانسانيه وبناء الانسان، واحنا في هذه المرحله بناء الوطن يعتمد على بناء الانسان، واحنا الحقيقه انه دوله تقوم بهذا. فهل يا فندم احنا برايك يعني احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا سياسه اوضح وتتعلق بشفافيه في الموضوعات او موضوعات معينه مما يعني اللي بيطلع عليها شائعات وما شابه، ولا زي ما كنت بقول لحضرتك دور توعوي بناء انسان، ولا محتاجين الاثنين مع بعض؟ كلا الاتجاهين كلا الاتجاهين مطلوبين، الاثنين في نفس الوقت في نفس التزامن لازم نشتغل على المحورين، لان وعي الانسان المصري مهم جدا. المرحله اللي احنا فيها دي انا من وجهه نظري كسياسي وكمتابع للاحداث، السيد الرئيس يحاول بالفعل تغيير وعي المواطن المصري كامله، وان المرحله دي هي فعلا مرحله بناء الانسان المصري. لكن مع ذلك يجب ان احنا يبقى في قانون لحريه تداول المعلومات، لازم ان احنا ننظم وسائل التواصل الاجتماعي، لازم ان احنا نشتغل في كلا الاتجاهين، لان الاثنين هم فعلا اللي هيؤدوا ان احنا قانون لحريه تداول المعلومات. صحيح. لازم يبقى عندنا قانون لحريه تداول المعلومات. كل الاجراءات باي نهج يا فندم؟ يعني بعض النقاط الحقيقه القانون لسه مشروع، مش هنعرف نتكلم بشكل عام، لكن لازم يكون حق تداول المعلومات يعني مكفول لكل يعني مواطن، مكفول لكل المواطنين. ويجب ان يكون له معايير، ويجب ان يكون يعني لو حضرتك دلوقتي بتدوري على احصائيه تختص بشكل معين او بنوع معين من الانشطه ممكن تصطدمي بالواقع وما تعرفيش توصلي للاحصائيه دي. لازم يبقى في اجراءات منظمه للموضوع، ولازم نبقى فعلا قادرين ان احنا نقول احنا عندنا شفافيه تامه اكثر من 100%. هو ده اللي مطلوب. مع الوعي طبعا. خليني اسال حضرتك انه يمكن غير الشائعات اللي بنواجهها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا من خلال اعلام الجماعات الارهابيه وقنواتها، ودايما بتروج لكل ما هو كاذب ولكل ما هو مزيف، والحقيقه يعني بتمسك المواضيع دي وبتعيش فيها. يعني هل لحضراتكم دور في مواجهه ذلك؟ طبعا. طبعا احنا مش عايزين ننسى ان في دور بارز لدول مثل تركيا وقطر في زعزعة الاستقرار داخل مصر، وانها تزرع الموضوع ده عن طريق القنوات الاعلامية والوسائل التواصل اللي بيقوم عليها جيوش الكترونية تابعة للجماعات الارهابية. احنا كاحزاب بنواجه هذه المواقع وهذه القنوات بالنشر على قنواتنا، سواء لو في احزاب عندها قنوات تلفزيونية او سواء عندها على اليوتيوب او قناه او قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي او صفحات او مواقع. قد ايه ده بيوصل للناس يا فندم؟ مش هيوصل لل 100 مليون، لكن على الاقل بيوصل لمستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم بيخربوا ل 10 20 مليون. لك اكيد تعرف ولامس انه الشائعه بتوصل اسرع وبتوصل على نطاق اوسع. طبعا طبعا تسمى شائعه لهذا، فبالتالي مواجهتها مش هتبقى سهله، ولازم ان احنا نعي هذا، لازم ان احنا نتكاتب برضو، عشان زي ما حضرتك ذكرتي دول جيوش الكترونية مش فرد او اتنين او تلاتة، ودول تدعم هذه الجيوش، فبالتالي المواجهة تستوجب ان احنا كمجتمع نقف كلنا، ويبقى عندنا يعني ايه المانع ان الشاب يطور من نفسه ويبقى عايز يعرف يعني ايه وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل. زي ما حضرتك ذكرتي في مؤتمر الشباب الاخير السيد الرئيس خرج بتوصية مهمة جدا هتواجه الاستخدام المفرط للتواصل الاجتماعي، وهيتم تشكيل مجلس بحثي يقول لنا ايه السلبيات والايجابيات اللي هتنعكس من هذه الاستخدامات. فبالتالي اهتمام الدولة متواجد، لازم احنا كمجتمع واحزاب نوصل الرسائل اللي بتطلع سواء من المراكز الإعلامية زي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو من وسائل التواصل إلى أصغر كادر في داخل المحافظة أو داخل القرية، باستخدام وسائل التواصل التي تمتلكها الأحزاب سواء عن طريق الاجتماعات أو الندوات أو ما إلى ذلك من مؤتمرات. خليني أسأل حضرتك، هل يمكن أن يحدث نوع من أنواع التحصين لأي مواطن من الوقوع الفريسة يمكن لهذه الشائعات؟ هل ممكن ده يحصل؟ طبعا طبعا، هو ده الوعي. انا زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين نخلق رأي عام مضاد
للشائعات. رأي عام مضاد للشائعات يقدر يبقى زي ما حضرتك ذكرتي محصن ضد الشائعات. المحصن ده هو اللي هيقدر يكتشف إذا كان الخبر مزيف أو صحيح من البداية، ولن يكون أدوات أداة لنقل هذا الخبر أكثر من ذلك. فبالتالي إحنا لو رفعنا الوعي لدى الشباب ولدى المواطنين بشكل عام، هنخلق فعلا مواطنين محصنون ضد هذه الشائعات. معلش أنا هرجع بحضرتك تاني للسؤال الأول، إزاي نرفع الوعي؟ إزاي نرفع الوعي؟ إحنا عندنا دلوقتي الشاب زي ما ذكرت بيفتح الموبايل الابليكيشن، بيلاقي خبر نازل، بيشير الخبر او بيعمل شير للخبر او بيعمل نقل للخبر بدون ما يفتح هذه الرابط او يقرا المحتوى او يرجع يعمل للمصدر. ويا فندم يعني معلش بس انا عارفه ما حدش بيروح يرجع يعمل سيرش على المعلومه، لا بيروح يدور ولا بيدور على مصادر اخرى يعني طبعا على محرك البحث ويقول والله يعني ولا بيدور على صحيح لا يتاكد. كل الحاجات دي اجراءات لو انا كمواطن عرفتها وبقيت بعملها، بالتالي هقدر ابقى عندي وعي للتعامل الامن مع هذه دي حرب فعلا. هذا هو سلاح، وانت كمواطن ممكن تبقى جندي مجند داخل هذا الجيش. فانا لو رفعت الوعي ده او لو بقى عندي وعي بالمشكله نفسها، يعني زي ما قلت حضرتك الموضوع مش جديد، من اول الحرب العالميه الثانيه بدا التوسع في استخدام جوبلز وهتلر، وكانت الطيارات بترمي اوراق بتشجع الجنود على الاستسلام، وان الحرب انتهت مع انقطاع وسيله الاتصال معهم بداوا يصدقوا الفكر. فانا لو انا كمواطن لو في قناه اتصال مع النظام الحاكم او الدوله او الحكومه، عمري ما هنساق وراء هذه الشائعات. يعني لازم ابقى متابع جيد. سريعا معلش انا عارفه ان انا وقتي خلص، بس انا عايزه اعرف من حضرتك ازاي اعمل عمليه استقطاب، ان انا اخلي الشباب يسمع واخليه يتعاون مع حضراتكم كاحزاب على سبيل المثال بتنزل محافظات. استقطبه لايه؟ يعني اعمل استقطاب للشاب انه يعمل عمل حزبي ولا ان هو يجري ورا الوعي؟ ان هو يركز في مساله الوعي، لانه حضرتك ممكن اقول ان انا اعرض عليه المشكله. دي الوسيله الوحيده اللي ممكن تعمل فعلا استقطاب حقيقي لهذه الملايين من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، ان هو فعلا يبقى عايز يطور من نفسه ويبقى عارف، يبقى عنده وعي بهذه الـ 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 الوسائل التي تستخدمها منظمات وصفاء يعني جيوش زي ما بنقول، وممولة بشكل كبير من دول كبيرة لاستهداف هذا الشباب وهذا المجتمع. أنا لو عرفت المشكلة بالتالي هبدأ أطور من نفسي عشان أجد حلول لهذه المشكلة وأقدر أتعامل معها لاستخدام الأمثلة. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ محمد عزمي أمين الشباب حزب الحركة الوطنية المصرية. بشكرك يا فندم. عفوا. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة، أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.